فكلام بطيء قوي 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 قوي. طبعا في بعض المشاهد سريعه، في ناس بتجري، في ناس بتمشي، في حركات اسرع شويه، بس يعني مش هو ده المطلوب. معظم الفيلم بطيء بطيء بطيء. النهاردة هحكي لكم قصة مرعبة، مرعبة قوي، والكلام فيها بطيء جدا، والحركة فيها سلو موشن. لكن في البداية ننزل كده سريعا ونبص على زراير اللايك والشير والسبسكرايب، ونفعل نفعل ايه حد يفكرني، ونفعل زرار الجرس علشان لو في موضوعات جديدة في الفيلم تي في نقدمها لكم وتشوفوها وتعرفوها وتوتة توتة فرغة الحدوتة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من الفيلم تي في، والنهاردة هنتكلم عن خط الدم من بطولة نيلي كريم، ظافر العابدين، واتنين ملهمش علاقة خالص بأمينة خليل، هم اسمهم جون رامي وبيتر رامي، والفيلم من إخراج رامي ياسين، برضو معرفش هم لهم علاقة بيه ولا لأ، بس ده مش مهم النهاردة. احنا النهاردة هنتكلم عن هذا الفيلم الرعب اللي يندرج تحت وصف الرعب، اللي من انتاج شاهد دوت نت. دراما الرعب في الوطن العربي وفي مصر تحديدا قليله جدا، لان هي مكلفه، مكلفه تصوير وبشكل مختلف، افكتات بقى وحركات من كده، محتاجه فلوس من الاخر، فالموضوع ده بيبقى مكلف، ففي منتجين كتير جدا بيخافوا يدخلوا الموضوع ده. لكن عندنا زي شبكات نتفليكس او شبكه شاهد او اي شبكات منصات الكترونيه بتدفع، ما عندهاش مشكله علشان تقدم محتوى يجذب الناس ويبداوا هم يتفاعلوا معاهم ويشتركوا على المنصات بتاعتهم. شاهد قررت انها تعمل هذا العمل اللي بيندرج تحت وصف الرعب، رعب مختلف ما شفناهوش في الوطن العربي خالص، فكره مصاص الدماء. دايما وانا بتفرج على اي فيلم عشان اقدمه بعده وبعمل له اعداد وبكتب النقط اللي هي عجبتني واللي ما عجبتنيش، لكن بصراحه كده في الفيلم ده كنت انا حيران جدا، يعني اكتب ايه وما اكتبش ايه. الفيلم 50-50 جدا، يعني انت في الوهله كده تقول الفيلم ده وحش، وبعدين تقول لا ده فيه حاجه حلوه، فيها حاجه حلوه. علشان كده هندخل دلوقتي على طول في نقاط القوه ونقاط الضعف. نقاط القوه، احنا بنتكلم عن فيلم رعب، هل الرعب ده اتقدم بشكل كويس ولا لا؟ اقدر اقول ان هو بنسبة 60% مش اكتر من كده. بالنسبة للقصة، القصة كانت يعني حلوة معدية. فكرة تقديم مصاص الدماء في الفيلم ده عجبتني برضو، هو ما قالكش ان دول فامبايرز، ما قالكش ان دول مصاصين دماء، لا هو كان كل المعطيات اللي بتحصل في الفيلم بتقولك ان دول كده، لحد ما بيبدأ يظهروا واحدة واحدة، لحد ما بقوا يتحولوا من بشر عاديين لفامبايرز. طب الاداء كان كويس؟ كان حلو، بيتلائم مع الموضوع ده. ظافر العابدين قدم الشخصيه حلوه جدا، وحقيقي انا صدقته في بعض المشاهد كده ان هو فعلا مصاص دماء. نيلي كريم بقى هي لوحدها اصلا مرعبه، بعيدا بقى عن الشكل الحلو والجمال والاناقه وكل التفاصيل دي كلها، وفي بعض المشاهد كده حسيت انه اعلان صابون، بس مش مشكله. لكن بشكل عام نيلي كريم بتقدر تقدم رياكشنات رعب حلوه جدا، وتعايشك في مود كده كئيب، يخليك يعني تبقى انت قاعد متعصب طول ما انت قاعد، ومتضايق ومتنرفز كده، عايز تقوم مش عارف تعمل ايه. لكن كان اداء حلو جدا. بالنسبه للولدين التوأم اللي هم فكروني بذا شاينينج جدا، يعني ادائهم كان نوعا ما مش قد كده، هم كانوا مقدمين الشخصيه حلو شويه، لكن مش هو ده الاداء اللي كان منتظر، كان المفروض يبقى اداء اكتر من كده شويه. الفيلم بشكل عام كان ماشي في السكه دي، في بطء شويه في الموضوع. الفيلم ما فيش فيه ممثلين كتير، يمكن هم دول بس الابطال. القصه كلها بتدور حوالين الاب ده ظافر العابدين ونيلي كريم واطفالها الاثنين بس كده. في شخصيات تانية بتظهر وبتختفي، ودايما بتحس ان ممكن يكون الناس ديت معرضين للخطر، وهنا بقى مش هنقدر نتكلم علشان ما نحرقش، احنا الفيديو ده بدون حرق، مش هنحرق كتير، لا هو الفيلم ده من غير حرق، بس هنضطر نحرق شويه يعني، بس مش كتير، لا هو من غير حرق،
لا يعني بص، هو مش قوي يعني، في حاجات كده لازم هنضطر نقولها عشان نقدر نوصف الفيلم يعني، ونبدأ نشرحه ونعمله مراجعة، بس مش هنحرق. ماشي خلاص يا عم، هنحرق ولا ما نحرقش؟ خلاص بقى شكرا. يلا نخش نكمل. دي نقاط اللي عجبتني في الفيلم، وممكن يعني ما ترتقيش النقاط قوة، بس دي حاجات عجبتني. لكن الحاجات اللي ما عجبتنيش بقى كتيرة جدا، كتيرة جدا 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 جدا. أول حاجة اول ما شفت الولدين كده داخلين عليا، قلت بسم الله ما شاء الله تبارك الله، شو هالجمال، شو هالطلة. وفجأة كده يا معلم، هوبا ذا شايننج ضرب كده ايه في النافوخ. ايه ده، احنا بننحت من ذا شايننج؟ ده للوهلة الاولى. وبعدين شوية كده لقينا ان الموضوع لا، هو من ذا شايننج قوي، هو واخدين التيمة بس، فكرة التوأم اللي ماشيين ملتصقين دول مع بعض. والمهم دي نقطة. النقطة التانية، كلام كان بطيء جدا، احنا بنتكلم ببطء قوي قوي قوي. انا عارف ان احنا بنتكلم عن حاجه غريبه وحاجه مش طبيعيه بتحصل في البيت بتاعهم ده، وهم نفسهم شخصيات مش طبيعيه، ف مش لازم نتكلم كده. وبعدين بنبص بطيء قوي يا بهاني. طبعا في بعض المشاهد سريعه، في ناس بتجري، في ناس بتمشي، في حركات اسرع شويه، بس يعني مش هو ده المطلوب. معظم الفيلم بطيء بطيء بطيء. هنعدي النقطه دي مش مشكلة، لان مع فيلم كده هنبدأ نتعايش معاها ونعيش مع الموضوع، هنحس ان في حاجة ظريفة بتحصل. القصة في مجملها حسيتها ان هي مش مترابطة قوي. احنا في اول الفيلم من اوله لحد تقريبا لحد اخره نوعا ما الدنيا ماشية، في تسلسل طبيعي جدا، مسلسل درامي في القصة. لكن في بعض الحاجات كده دروب كده بيحصل، انت بتبقاش فاهم ايه الموضوع. زي مثلا قصة الولد، يعني عندهم، هما كان عندهم ولدين توأم، ولد منهم حصلت له حادثه وفضل قاعد في السرير في غيبوبه، وابوه وامه حاولوا ان هم يصحوه باي طريقه ويعالجوه باي طريقه، لكن ما نفعش، لكن لجأوا لموضوع تاني يمكن هو ده اللي غير حياتهم تماما. طبعا احنا مش هنحرق الموضوع ده، بس هنقول ان هم ادوا له دم فامبايرز علشان يصحى ويبقى فامبايرز، بس كده خلاص. هم قايلين ان الفيلم فامبايرز، قصة بصاص دماء، لكن خلاص الولد صحي، ايه اللي هيحصل بعد كده ده ما نجعه بيه، ده هتعرفوه في الفيلم. لكن مع تسلسل الاحداث احنا فجأة كده بنلاقي حاجات بتحصل مش مفهومة. طب هم جابوا منين ده؟ يعني جابوا دم الفامبايرز ده منين؟ هم قالوا راحوا رومانيا عادي جدا، لكن ايه الاحداث اللي حصلت؟ ما شفناش مثلا مشاهد بتصور لينا ازاي ظفر العابدين راح البلد ديت وجاب الدم ده. احنا بنحاول نعمل بادجت، طبعا منصات بتقلل البادجت شويه برضو نوعا ما، لكن مش قوي كده يعني. اديني مشهد ظفر العابدين رايح يجيب الدم ده، او ايه الصعوبات اللي قابلته وبعدين يجي ويجيب الدم. لكن احنا فجاه كده لقيناه نازل من العربيه ومعاه شنطه سودا كده، وهو ونيلي كريم بيبصوا لبعض نظرات غريبه قوي وبطيئه جدا جدا جدا. وبعدين جبت الحاجة، جبت الحاجة، ايه يا جماعة الحاجة دي؟ طلعت ازازة دم. فعلى طول ايه ده، فامبايرز، يا نهار احوس. نهاية الفيلم بقى كانت نهاية عجيبة جدا، وانا بقى دي بجد حرفيا انا مش هحرق النقطة دي، انا هسيبها لكم تشوفوها في الفيلم. لكن النهاية كانت غريبة جدا، وانا بصراحة ما عجبتنيش، ما كانش ينفع تبقى النهاية كده. كنت انا عايز يبقى فيه احداث تانية اخرى، ويا سلام لو كان في جزء تاني، ويبقى الجزء ده تمهيد للموضوع، اكيد هيبقى اقوى من كده وهيبقى افضل من كده. لكن الفيلم يعني لو احنا كنا عملناه فيلم روائي قصير كان هيبقى احلى اسرع وافضل يعني. لكن الفيلم كان بطيء جدا، ممل جدا في بعض الاحيان. وبناء عن هذه الاشياء ايها السادة، نقدر نقيم الفيلم ونديله 6 من 10. اكتر من كده مش هنقدر، اقل من كده يبقى بنظلمه. طبعا اتمنى لكل الناس اللي شافوا الفيلم يقولوا رايهم في الكومنتات، والا هجيب لهم ظفر العابدين بسنين عاديه ونبدا ايه نمص دمكم كلكم. ننزل بسرعه كده على الكومنتات ونعمل كومنت، شفتوا الفيلم ولا لا؟ وقولوا رايكم. وطبعا قولوا رايكم في الفيديو، وايه الحاجات اللي انتم متفقين فيها معايا، وايه الحاجات اللي انتم مش متفقين فيها معايا، قولوا ده في الكومنتات وانا هتقبل رايكم عادي جدا. لكن بالليل هبعت لكم الولدين التوأم دول. وبكده تكون انتهت حلقه النهارده من الفيلم تي في. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل جديد في الفيلم تي في. كان معاكم مصطفى مازن.